ها؟ حضرت المنتخب الوطني فرق فاكر اليوم. شو هنا منتخب وطني؟ جزائري. لا ما نعطيش رأيي يعني. احتراما للزميل ديالي تقييم ديال الفريق ديالي يعني في المباراة. بخصوص ملعب قسنطينة راه الخير عليكم. طبعا كل المباريات اللي لعبت في قسنطينة. هو ملعب جيد. فيها في نصف. الأرضية الجيدة تتساعد. وكما قلتي البقاء في نفس الملعب هو شيء جيد لأنه استأنسنا به. نتمنى أنه يبقى فعل خير علينا إن شاء الله. أكيد أن السعادة كبيرة ولكن ابتداء من الغد سيتم تحضير مباراة نصف النهائي للفوز مباراة نهائية ومن بعد إذا إن شاء الله تمكننا من الوصول فأكيد أننا غنقاتلوا بكل ما أوتينا يعني باش تفوزوا بالكأس إن شاء الله.